شاطرة. برافو صوفيا. صوفيا ايه 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 عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورنا على قناتنا على اليوتيوب، تدريب كلاب ومضيق زي منور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. زي ما عودناكم طبعا بكل جديد، يا رب حلقاتنا تفيدكم وتوصل لكم المعلومه. الاول بعد الحداد وبعد فتره الحداد اللي احنا عملناها على القناه لمده 3 ايام ما نزلناش فيديوهات، فطبعا رجعنا لكم تاني من اول وجديد. ويا رب دايما ربنا يجعل مصر في خير، ما نشوفش فيها اي شر يا رب، وما نشوفش فيها شهيد تاني بقى، كفايه كده. طبعا يا جماعه النهارده هنتكلم عن جراوي. زي ما قلت لكم ان احنا بنرش هنا الكلاب بالديزانول واللاكتاكروم عشان الحشرات، بالذات الاماكن اللي فيها طوب احمر كده يا جماعه. على فكره يعني الناس كتير بتعاني من المكان ده. طبعا هو المفروض ان احنا الطوب ده يكون متمحر في محاره علشان طبعا كمان يحمينا من الحشرات ومن الوراد والكلام ده كله. طبعا ده بعد ما رشينا الكلاب بالديزانول واللاكتاكروم، الحمد لله حالتهم الصحيه ما فيش اي حاجه، الكلاب صحتها تمام التمام. في حاجه يا جماعه احنا بنديها للجراوي، حبينا نقول لكم زودوها في التعامل مع الجراوي الصغيره. اول الجرو بتاعك ما يوصل لعمر 30 يوم، تمام؟ انت اديت لهم النهارده اسلام؟ تمام. بصوا يا جماعه، في دواء انا جبته للجراوي هي عمر 30 يوم، بيحمينا من حاجات كتير، بيحمينا من البرد اللي بيجي للجراوي. ممكن الجراوي يجيله دور برد بسبب تغيير جو، بسبب السقعه، بسبب السخونيه، المكان كمان صح. هي الكلاب بيجي لها الجراوي دي ممكن يجي لها برد في الشتاء، لا ممكن يجي لها في الصيف كمان برد، وممكن الجراوي يضعف منك ويموت طبعا قبل ما يجي اساسا ميعاد التطعيم بتاعه. انت لازم تبقى محرص على الجراوي كويس ومهتم بحالته الصحيه لحد ميعاد التطعيم. تطعم المرتين بتوعك اللي هي اول مره، وبعد كده الجرعه المنشطه اللي هي يعني معناها اعاده التطعيم تاني، تمام؟ تطعم المرتين بتوعك وخلاص على كده. قلنا في فيديوهات كتيره يا جماعه كفايه مره نطعم، بس ما تنسوش ان احنا كل فتره الجو بيسيء اكتر، الرطوبه والتغيرات الجويه والعوامل الجويه بتسيء اكتر، فاحنا عشان نبقى احنا مطمنين على حاجتنا، لا خلينا نطعم مرتين، مش هيزعلنا لما يبقى عندي جرعه عامل 2000 جنيه ولا 1500 جنيه ونصرف عليه 400 جنيه تطعيم، دي مش هتزعلني حاجه، لان ده هيفيدني بعد كده لما الجرو يبقى. في حاجه بقى احنا استعملناها مع الجراوي يا جماعه، جبتها انا، ده عباره عن دواء مضاد حيوي بتاع اطفال اسمه هاي بيوتيك، تمام؟ 228.5 5 ملم مضاد حيوي قاتل للبكتيريا، اسمه هاي بيوتيك ان. العلبه بتاعته اهي، تمام؟ اسمه هاي بيوتيك ان. كان من يومين ثلاثه الجراوي دي كان جالها دور برد، تمام؟ اللي هم اولاد صوفيا. طبعا بسبب ان احنا حطيناهم مثلا في البلكونه او كلام من ده، الجو رطب فجاه بالليل واحنا نايمين ما حسيناش بيه، رطب فجاه وكان في شتاء، تمام؟ فالجراوي جالها دور برد، فبصيت لقيتهم مهمدين شويه. زي ما قلت لك ان انت بتخلي عينك دايما على الكلاب بتاعتك، اي تغير لازم تتحرك بسرعه ولازم تعمل الخطوه ان انت تمشي عليها تكون الخطوه السليمه، تمام؟ طبعا يا جماعه الجراوي هنا نايمه، بس هم يعني كويسين، بس هم نايمين ما فيش اي حاجه، تمام؟ اهو تمام. طبعا احنا طلعنا الجرو الهديه، وفيهم الجروين اللي هم رايحين السعوديه، وفيهم الجرويه اللي هي الزياده النتايه اللي هي الزياده، تمام؟ طبعا لما لقيت الجرو عندها برد عملت حاجه بسيطه جدا، رحت الصيدليه البشري اللي هي الصيدليه اللي احنا بنجيب منها علاج الاطفال والعلاج بتاعنا، عشان في ناس مش عارفه يعني صيدليه بشري، تمام؟ جبنا منها علبه الدواء ديت اسمها هايبيوتيك ان 228، دي بتاعت الاطفال مضاد حيوي، تمام؟ وقلبناها بالميه بتاعتها وادينا لكل جرو فيهم كل يوم سنتي سنتي او سنتي ونص الصبح وسنتي ونص بالليل، تمام؟ طبعا ده اللي احنا اديناه ايه للجراوي. طبعا الحمد لله حالتهم الصحيه بقت تمام التمام وبقوا كويسين. بناكل الاكل الطبيعي بتاعنا. النهارده حبيت ان انا نغير الاكل عادي، مفيش اي مشكله، نوع في الاكل مش هيحصل اي حاجه. طبعا كنا عملنا لهم مصارين طيبناها وحطينا على مكرونه اللي هي الاسباجيتي، تمام؟ وطبعا طيبناها مع بعضيها مع شويه لبن عليهم بيضتين كلام من ده، عملنا لهم خلطه بيضه كده وادينا لهم بياكلوا تمام التمام. طبعا النهارده هنعمل لهم نظام ثاني، النظام سهل جدا مش مستاهل ان انا نعمله قدامكم، اكيد كلكم عارفين. بعتنا دلوقتي نجيب كيسين مكرونه اللي هي مكرونه لسان العصفور، تمام؟ اللي هي الصغيره ديت، وهنطيبهم مع شويه قطع من اللحمه الصغيره زي مثلا قطع الهياكل الصغيره، هنطيبهم مع المكرونه دي، تمام؟ هتبقى عباره عن مكرونه لسان العصفور باللحمه حتت صغيره كده. طبعا القطع الصغيره دي ما تكونش رجول ولا روس، لان الكلاب دي لسه صغيره ما ينفعش تاكل رجول وروس، نخلي الموضوع يبقى فيه لحوم شويه. زي مثلا لو احنا ما فيش قطع ديت بنجيب الجناحه بتاعت الفراخ نطيبها ونطلع منها العظم وندلهم. طبعا ده هنطيبها مع مكرونه لسان العصفور وهنحط لهم في الطبق بتاعهم ياكلوا كل يوم على كده لحد ما يشدوا حلو.
بنهتم جدا يا جماعه بالمرحله ديت لحد ما يجي ميعاد التطعيم، ناكل اللي هم عايزينه، ناكل اللي يجي على كيفهم، نحاول ان انا ندادي صحه الجرو على قد ما نقدر، يعني ما نخليش الجرو يتعب مني خالص. حاول ان انت في الفتره ديت قبل ما تطعم الكلب بتاعك سوماني، حاول ان انت تدادي صحه الجرو على قد ما تقدر. طبعا ورينا لكم قبل كده الجراو المليين اللي طلعت عندنا، باذن الله يومين ثلاثه وهنبدا ان احنا ندي لهم الغذاء المناسب اللي احنا بنشتغل بيه، اللي هو الفورميلا مع الزبادي مع البيض. هنبدا ندي لهم بالسرنجه طبعا كل يوم غذاء، هم دلوقتي عندهم زي اسبوع، هنعدي يومين كمان، يعني هنكونوا دخلنا على 10 ايام ونبدا ان احنا نشتغل معاهم بالموضوع ده، تمام. وهنمشي مع الجراو ديت بالمكرونه سلة عصفور ومع قطع اللحوم الصغيره، بس هتبقى طيبه مستويه ما تكونش نيه، تمام. طيب يا كابتن انت ما بتديش نيه ليه؟ اقول لك انا ما بديش نيه ليه للجراو الصغيره. الجراو الصغيره بنحاول ان احنا ندي لهم اي حاجه معقمه، يعني حاجه ما تكونش فيها ايه، ما تكونش قويه عليهم، لان اللحوم النيه بيبقى فيها دهون زياده، دهون زياده على الجرو دي هتاثر على صحته بعد كده. ندي زي ما انا ماشي، نمشي طيب عادي، ناكل الام نيه ما فيش مشكله، تمام. نحاول ان ننوع له بطاطسيه مهروسه على الاكل، بطاطسيه مش عارف ايه، يعني نحاول ان نشكل له على الاكل بتاعه، تمام. الكلب بياكل تمام التمام، نتني ماشي معاه بالنظام ده، معدته تمام ما فيهاش اي مشكله، لحد ما نديله تطعيم السوماني. ونبدا بعد كده بعد السوماني باسبوعين ثلاثه، يعني ما نجيش فجاه بعد السوماني ناكل ني، بعد السوماني باسبوعين ثلاثه نبدا ان انا في وسط الاكل الاساسي اللي هو الطيب بتاعه نحط له اي قطع لحوم صغيره نيه، هيبدا الكلب ياكلها، هيبدا يسيب الاكل المستوي ويخش على الني. نبقى انا خدت له الموضوع على درجات وعلى مراحل، طبعا بكده وبالطريقه ديت الجرو بتاعي هيبقى صحته تمام التمام وهتبقى صحته تتحسن. طيب يا كابتن طب ما تخلينا مشينا على الاكل النيء. تلاحظوا يا جماعه ان انا في اغلبيه الحلقات بنغني ونرد على نفسي، تلاحظوها يعني. طب ما تخلينا مشينا على الاكل المستوي وبلاش الاكل النيء خالص بنقصه، طالما الكلب اتعود عليه وبياكله. الاكل النيء يا جماعه بيفيد الكلب في الطاقه، في المناعة، في شعرية جسمه، في قوته، في عصبه، في الحاجات دي كلها، في الخصوبة، طبعا بيفيد الكلب في الحاجات دي كلها، لكن احنا بنحاول ان احنا نساوي الكلب بس هو صغير على اساس ان ما يجيلوش اي مشكلة او يحصل له اي تعقيد في صحته، لا احنا عايزين الصحة تمام التمام لحد ما نطعم كلبنا ويبقى صحته 100 100. ونديله كمان الجرعة المنشطة، كنا على طول ندي الجرعة المنشطة دي التطعيم السوماني ده مرة واحدة، تمام؟ قلنا لا نخليه مرتين طالما الجو بيلخبط معانا، وطبعا في حبة حر، حبة شتاء، حبة ساعة، حبة رطوبة، يبقى الجرو الصغير ده مش هيستحمل زي الكلب الكبير ما بيستحمل، يبقى نمشي معاه زي ما احنا ماشيين، تمام؟ انت اديت لهم دواء امتى يا اسلام؟ النهارده. طيب احنا يا جماعه الدواء ده زي ما قلنا بندي في اليوم مرتين للكلاب، اسلام مدي لهم النهارده الصبح، تمام؟ احنا هندي لهم دلوقتي تاني اهو، ده كويس جدا، ده ممكن ده انت هتستعمله، كنت قايل عليه لواحد صاحبي كان عندي من يومين عنده جراوي، قلت له هتجيب ازازه تستعملها هيحمي لك الجراوي من اي برد اهو، بصوا الجراوي مش عايز ياخده، طبعا بيبقى مر شويه عارف ان هو هياخد الدواء، كل جرو فيهم على الاقل 2 سم كده، تمام. طبعا ادي يا جماعه الدواء ده كويس جدا، استعملته مع دفعه جراوي قبل كده كان ظبط معايا، كانت الجراوي عندها برد، تمام. والجراوي دي لما جالها برد بسرعه جريت لحقتهم بالدواء ده، ظبط معاهم الدنيا وخلاهم تمام التمام. طبعا ده بتاع الاطفال الصغيرين، انا بنستعمله كمان للاطفال عندي زي ياسين مثلا لما بيكون عنده سخونيه بنجيب له من الدواء ده، بس ده الاقل سن اقل من ياسين يعني، كنت بجيب له من الدواء ده وكان بيظبط معاه خالص. طبعا ده عباره عن مضاد حيوي جميل جدا، هايبيوتيك طبعا معروف اسم الدواء، وفي ناس كتير عارفه الهايبيوتيك والناس اللي عندها اطفال بالذات. طبعا يا جماعه ده اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه ديت بمعلومه بسيطه. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل الناس المشتركه اللي معانا على القناه. هنتابع بعد كده اول الجراو ديت ما تبدا تجهز، هنتابع بعد كده جراو المالينو ونوريكم واحده واحده ونشوف التحسن بتاع شكلهم بيوصل لايه، ونشوف الكلبه اللي كانت كل الناس مش متخيلين ان هي تعمل كده او تولد الخلفه ديت، وكانت كل الناس بتتريق عليها وكانوا بيقولوا ما يسوش الا 100 جنيه او 200 جنيه، شوفوا الكلبه دي وصلت معانا لفين. تحياتي لكم جميعا، يا رب تكونوا استفدتم، تحياتي لمصر كلها وشعب مصر كله، يا رب ما نشوفش اي شر بعد كده ولا نشوف اي اضرار تحصل قدامنا بعد كده، وننسى بقى فيلم الرعب اللي حصل قبل كده وكان مسبب لنا حاله نفسيه كلنا، وكان ما كانش فيه نفس ان احنا نتكلم حتى مع الناس. تحياتي لكم جميعا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا معانا وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.